سبحان الله العظيم، فعلا ولله في خلقه شؤون. هذه هي السيدة اللي قلت لك عليها. فعلا الدنيا صغيرة، اسمع بنتي، في الصيف 1984 كنت انا وماماك الله يرحمها في اوريكا كندوزو العطلة السنوية. مشينا ندورو شي دورة في اوريكا، ماماك بغات شي حاجة نتاع الصناعة التقليدية، وحنا كنشوفو في واحد الدار واحد المرأة شابة كتشطب الساحة، مرأة مكافحة، كل شيء تما كيعرفها. شوف الحاج، سبحان الله العظيم، السيدة محتاجة وعطيها ربي التريكة، ماشي بحالنا حنايا فلوسها هما كاينين والدراري والو. الطب اللي قالوا لنا الناس كلهم مشينا عندهم بلا فايدة. أرجع الله غيثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحاج، واخا سبقني للطونوبيل نمشي غير نهضر مع السيدة ونتبعك. واخا. صباح الخير يا لالا. صباح الخير والرباح يا لالا. بغيتي شي حاجة؟ لا غير هاد المحل ديالك. لا غنقابلينو. خصك شي حاجه؟ لا غير كنشوفو صافي. تاي زينه، دخلي خواتاتك يرضعو. هما راه الحليب قاده. وسير عند بن خالي هو اللي يعطيك الحليب تنديرو نخلصو. سير بنيتي الله يرضي عليك. سير قولي لي يا لالا، هاد البنيات بنياتك؟ هي لالا بناتي وبنات كرشي، والبنت الكبيرة حتى هي. هي زينة بنتي، هي مسكينة اللي معاوناني مني كنخرج انا نضرب تمارة، هي اللي كتقابل لي خواتاتها الله يرضي عليها. مسكينة، وعلى باهم ما خدامش؟ احيان يا لالا، باهم راه مات وخلاهم ليا في كرشي. انا كنخمم شي نهار نخطاهم ولا تخلال صحتي شكون اللي غادي يكون بيهم. ايوا ربي كبير. شوفي يا لالا، انا الصراحه بغيت نهضر معك في واحد الموضوع. وليني لالا ماشي دابا، انت ديما هنايا. انا دايما هنا، انا ما كنمشي حتى لبلاصه لالا. صافي، انا غدا غنجي لك نفس الوقيته واخا. ايه واخا لالا. يلا خلي لك الراحه بالسلامه في نفس الوقيته. ها يلا سلامه لالا. قول لي الحاج، بعد هز معك شي فلوس؟ ايه عندي. اعطيهم لي الله يعطيك السر. شنو تمشي معايا ولا تبقى هنا؟ هو انت فيك الكفايه. صافي مرحبا لالا. جلسي شربي معنا واحد الكاس ديال اتاي. ها زينة. نعم امي. سير جيبي لنا شوية الخبز وشوية ديال زيت العود. لا شوفي بلا ما تكلفي على راسك. لا لالا والخير في محالك. جلسي شربي معنا كاس اتاي بحق لا قبلتي علينا. الله ربي يخليك. قولي لي لالا، البارح قلتي لي راك بغيتيني، ما كاين باس؟ لا والو باس. قولي لي لالا بعدا شنو سميتك؟ انا لالا سميتي رحمه. رحمه. شوفي لالا رحمه، انا فكرت مزيان وقلت زعما مع راسي انت يا مرا وحدانيه ودرويشه وراك عارفه الوقت صعابت وما كاينش باش تكوني لا مع راسك ولا مع البنات. واش غندير ولالا؟ كتب الله هو هذا. لا عندك ما ديري. اش غندير؟ زعما بغيت نقول لك نعاونوا بعضياتنا. يا لالا هادي عندك فيها الحق، المعاونه راها مزيانه
النبي صلى الله عليه وسلم راه وصى على المعاونه. شوفي لاله رحمه، نجيك من الاخر، اللي خصك عندي حتى تقولي انت بركه، واللي خصني انا عندك. شحال الدلاله؟ انت عندك الدراري وانا عندي الفلوس. شنو زعما بغيتي نعطيك بنتي زينه؟ لا لا لا، ما بغيتش زينه. زينه خليها معاك، انا بغيت وحده من البنات نربيها حتى انايا. وشوفي غادي نعطيك اللي قدك تقولي انت بركه، باش تكوني مع زينه وتكوني مع اختها، وانت ديري شي بيعه وشريه هي، علاش لا؟ ونعطيني وحده من البنات، الله يعطيك السر، نربيها في حجري حتى انايا ونكبرها وتكون بحال بنتي، والله تنتهلا فيها. شوفي لاله رحمه، فكري مزيان، انا مازال هنا 4 ايام ورد عليا الخبر باش ما كان. عفاك امي راني عفيت عليك، عفاك امي لا تبيهاش، عفاك امي. هالعرم بنتي، هالعرم بنتي، هالعرم لا تبيهاش. شوفي لاله رحمه، فكرتي مزيان، ديريهاش عندك خدام، قهريهاش. كيفاش نقهرها؟ شو ما عليك تقولي هاد الهضره، غادي نديرها اكثر من بنتي، وفي عوض خدامه وحده غندير لها خدامات. كانت البركه. لا لا لا، انا ما كنبيعش بنتي، انا عطيتها لكم باش تربيوها وتقريوها، مشيت لعشريتوها. ديري فلوسك في جيبك لالا. شوفها ولا شي حاجه نتصل بيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن بعد زرتها 3 المرات بالتخبية بلا ما تعرف ماماك، وكنت كنخبر عليك، وقالت لي بلي عطات البنية الأخرى شي ناس في الدار البيضاء في نفس الظروف على ما قالت لي، وعطاتني العنوان داك الناس لأنها كانت كتثق فيا. وملي بحثت على داك العنوان في الدار البيضاء باش يمكن شي نهار نقدر نلاقيكم، وجدت عنوان وهمي ما كاينش، كذبوا عليها كيف كذبنا عليها جميع. كمل سيد الحاج. وملي رجعت المره الاخيره باش نخبرها باللي العنوان اللي عطاوها غلط، قالوا لي جاوا شي ناس من مكناس وداوها هي وبنتها. فين في مكناس؟ في ساحه الهديم، كتبيع وتشري. الحقيقه ما كتخباش، تعيا ما تخبي فيها، ولكن كيدير لها طريق واسباب باش تبان. اذا غادي تكون انا هي البنت الاخرى اللي عطات.
اكيد هي انت، خصها الام ديالك تعترف لك، ربما تكون عندها شي معلومات زايده. بغيت نطلب منك واحد الطلب. تفضلي بنتي. يمكن لينا نمشيو نقلبوا على منى؟ سيروا قلبوا على امكم، وهذا السر غادي يبقى بيناتنا، ما غاديش نبوح حتى لواحد بهذه المعلومات باش تقلبوا على خاطركم. ولا جاوا الازواج ديالكم عندي ضربوهم الراسي. سيروا الله يعاونكم. تشوف بغا تدخل هاد المغامرة؟ انا ما غاديش نغامر، غادي نقلب على اصلي. ولكن توريا واش فكرتي في واحد القضية ولا لا؟ ها انت تمشي تقلبي على الاصل ديالك، وهاد الاسرة هادي اللي انت منها دابا شنو هي؟ خيال؟ بالعكس، انا هاد الاسره بغيت نقلب ليها على جدور. اش ولادنا ملي يسولونا نجاوبوهم بكل افتخار. ولو وصلتي ولقيتي هاد الاصل هذا ما كيشرفش. الكذوب والغش هو اللي ما كيشرفش. ومني نلقى هاد العائله الا ما شرفاتكش قلب لك على حاجه اخرى. صباح على خير.